السلام عليكم، ده بس حد أعرفه عن نفسي. أنا سامراوي، أنا سؤال تدريب تأكيد موجود في الأجن. أوكي، أنا سير وسيط تأكيد المؤسسات أقدمكم هذا الكورس اللي هو نقدر نقول مقدمة في عالم الشبكات. نعرف الشبكات عالم يعني واسع. احنا هو موفرت لنا فري فوتشر او موفرت لنا امتحانات مجانا على عكس بقيه الشركات، فندرس على اساس هواي. فعندي منهج اتش سي اي اي XCI routing and switching. طبعا XCI بيحدد اجزاء عندك قبل لا ابلش بالكورس بس اريد يعني اوضح شنو فائده الشبكات. هاي بس يعني مدير الحلقة قديم يعني عندي هذا السويتش اللي يستخدمه يعني في النوت. هاي 24 بورد، راح نوضح شو السويتش شو بعد السويتش شلون تشتغل الرواتب، شلون نقدر شلون نربط الموظفين عليها، شلون نقسمها. عندي أول موضوع هاي هي الترانزميشن ميديا. هاي شلون أقدر أوصل؟ عندي مستخدمين، عندي واي فاي اكسس بوينت، عندي فويد اي بي فون. شلون أقدر أخليه يتواصل بيناته؟ شلون أقدر أخلي اليوزر يوصل لاي بي فون؟ شلون أقدر أخلي اليوزر يوصل للسيرفر مالته؟ عن طريق ترانزميشن ميديا. ترانزميشن ميديا عندي بيها عدة انواع. عندي الايثرنت، هذا هو الايثرنت او فايبر. فايبر اللي يعني كل واحد وبي خصائصه. الانترنت مال 100 متر يوصل بس سرعات عاليه وسهل توصيله. يعني مجرد هذا اخذ على موضوع الطرف الثاني ورخيص، بينما الفايبر يصير سعره اغلى بس انه يوصل مسافات ابعد. فايبر نستخدمه بالنقل بين الدول غالبا، يعني مثلا انا العراق حاليا شلون اوصل الانترنت؟ موجودة خريطة الفايبر يعني اللي يريد يطلع عليها. فاحنا بالانترابرايز نتورك غالبا نستخدم الانترنت، شغلنا كله انترنت الا بحالة نريد نربط بين اي تي ان، يعني فروع مثلا بنك او فروع نستخدم الانترنت. منهج مالتي عندي هذا الكتاب الاول، راح نشوف شنو الترانزميشن ميديا، شنو الاي بي ادريسنج، شنو الاي سي ام بي مسج، الار بروتوكول، الاوبرتك سيستم الخاص بهواوي، شنو الاس تي بي، شنو الستاتيك راوت، الاو اس بي اف، دي اتش سي بي.
هذا عملية اتصال مثلا هاي بحال أريد أسوي أوصل أرد يعني أوصل بوينت تو بوينت لابتوب وين أوصله حتى أخلي اتصال بيناتهم شيرين زين إذا أريد أوصل مجموعة لابتوبات يعني كل لابتوب بها احتمال إنترنت واحدة أو ما بها شلون أوصل مجموعة لابتوبات حتى أرجع السويتش أستخدم السويتش حتى أوصل عندي ماكسيموم هذا السويتش 24 بورت أقدر أجيب سويتش ثاني حتى يصير 40 بورت أوصل يوزرات أوكي هذا عندي كيبلات عندي كيبل اسمه كوكس يلا طبعا الكوكس حاليا ما نستخدمه قديم بس يعني المفروض تعرفون يعني ملخص عليه الايثرنت اللي هو هذا نفس الايثرنت بنوعيات بكات 5 كات 5 اي واكو ايضا كات 6 اللي حاليا مستخدم بالبنوك الكات 6 طبعا يدعم سرعات 10 جيج 10 جيجا يعني اما عندي الكات 5 اي يدعم 1 جيج حسب يعني الاصدار كل ما يدعم الاصدار هو سعره قليل بس يخلص سعره الكات 6 اي مثلا سعر ال بينما الكات 5 لا سعره يعني اقل من 10% دولار يعني رخيص هاي اي نعم يوتيوب ما اريد ادخل تفاصيل يعني الكابلات لانه اريد اركز على الجانب العملي نعم الفايبر اوبتيك هذا شكل الفايبر هذا طبعا السويتش هنا ما يدعم فايبر اكو سويتشات تدعم فايبر طبعا اسعارها يعني عشرات الاف الدولارات حيل غاليه بس تصير السرعات يعني استخدموها شيء اسمه داتا سنتر اللي هو يعني عباره عن خليني اشوفكم شنو داتا سنتر داتا سنتر عباره عن غرفه بها مجموعه سيرفرات مجموعه اجهزه رواتر سويتشات فاير وول كل جهاز له غرض معين هذا هو الداتا سنتر بس هاي الداتا سنتر هاي تكون داتا سنتر كلها عباره عن سيرفرات وشيء مربوط بشيء كل السيرفرات ويوزرات بس كل مجموعه كل هذا يعني كل جزء من الاجزاء تسمي راك هذا راك هذا راك ثاني ذاك راك ثالث وكل راك يعني له وظيفه معينه بالداتا سنتر هاي طريقه ربط الكيبلات انا عندي اتوقع الكيبلات فايبر المربوط الداتا سنتر دائما نستخدم كيبلات الفايبر حتى تكون سرعه النقل عندي يعني عالية. توصل 100 جيجا بت بير سكند عامل الفايبر عندي اكثر من نوعيه حاليا الفايبر تقريبا متر من عنده سعره دولار المتر الفايبر عندي كيبل السيريال اللي استخدامها كلش قليل هم نوعيه من نوعيه يعني هذا الكيبل السيريال الى تقنيات خاصه لبروتوكولات خاصه به عندي الكيبلات الفايبر كيبلات الايثرنت اقدر اربطها واشغلها مباشره هل تشتغل ما كان بس عندي كيبل بس كيبلات السيريال لا بروتوكولات خاصه بها اللي اسمها ال اتش دي ال سي وال تربل اي عفوا تربل بي اللي راح ناخذها اتوقع بالكتاب الثاني انا اعرف شلون استخدم كيبلات السيريال هذا عملية النقل كيف تنتقل بين كإشارات كأصفار ووحدات لما تنقل لما أدز مسج للطرف الثاني أكيد راح تتحول إلى أصفار ووحدات وترسل للطرف الثاني عندي شيء اسمه الدبلك سموث عملية اتصال بين حاسب وحاسبة ثانية طبعا
دبلكس مود هذا يعني صار شيء قديم، لأن بعد ما كهرف دبلكس حاليا كله فول دبلكس. بس أنا أعطي مختصر شو الهارف دبلكس شو الفول دبلكس. الهارف دبلكس قديم كان كاميرا تدعم بس إرسال أو استلام، ما تدعم إرسال واستلام نفس الوقت. حاليا لا، كل كاميرا تدعم إرسال واستلام نفس الوقت، تسموه فول دبلكس. فهنا عندي بالهارف دبلكس عندي مشكلة، أنه بحال يعني حاسبتين بس ديت واستلام في نفس الوقت، فأنا راح يصير عندي كولجن يعني تصادم بالبيانات. فعندي بروتوكول اسمه سيزما سي دي الكارير سينس مالتي اكسس، هذا هم تلاقي انه حاسبتين رستت بنفس الوقت راح يصير عندي كولجن بالباكيت. فعندي بروتوكول اللي اسمه سيزما سي دي اللي هو يحل لي هذه المشكله، يعني ينظم لي عمليه ارسال واستلام. هذا نهايه نعم يعني في الماضي وش محتاج يعني هذا بس هو منهج هواوي. بنهاية كل شابتر منهج هواوي انه اكو يعني مجموعة اسئلة، وعم حاول يعني بس تطلعون عليها اسئلة بسيطة. شو الفائدة من السيزما سي دي؟ شو من كولاجين دومين؟ طبعاً هاي المواضيع انه اسرع عليها كلش قليلة بالامتحان، فما اريد اركز عليها. عندي الموديلات اللي هو هاي يعني مثلا لابتوبي دز اللابتوب، يعني اكون لابتوبي دز المسج اللابتوب ثاني، يعني شو راح تبصر هاي المسج؟ انا مثلا فاتح فيسبوك دز رساله، شو راح تبصر هاي المسج؟ اول فيسبوك هو ابلكيشن، صح؟ هو ابلكيشن يعني فيسبوك. انا عندي بالسبل لاير هذا هو اللي يعني يشرح شلون ترسل يعني رساله للطرف الثاني. فعندي الابلكيشن اللي هو يعني البرنامج، جماعه مثلا فيسبوك انا فاتح فيسبوك هذا ابلكيشن. الابلكيشن راح يرسل مسج، تمام؟ هاي المسج راح تتحول الى صفحه، يعني راح تتحول الى فد يعني اصفار، تقدر تقول اصفار وواحدات. البرزنتيشن لاير يعني اضيف انكربشن على المسج مالتي، انه لما توصل الطرف الثاني انه ذاك يعني الطرف الثاني يسوي انكربشن يقدر يشوف المسج، تمام؟ سيشن لير انه يفتح نقطة اتصال بيني وبين الطرف الثاني، مثلا يفتح نقطة اتصال لما الرسالة حتى نقطة اتصال بيني وبين الانترنت، هذا سيشن لير. الترانسبورت لير يضيف لي بس طبقة انه شنو عن اتصال، مثلا لما مثلا انا طلبت جوجل، لما انا طلبت جوجل هذا مباشر راح يعني يخلي البورت اللي انا طلبته 80 او 443، تمام؟ البورت 8 هو عبارة عن HTTP، البورت 443 عبارة عن HTTPS اللي هي بروتوكولات التصفح. هذا نشوف انه عندي HTTPS، هذا يعني تصفح سكيور، عندي قديم HTTP. طبعا الجوجل ما يقبل HTTP لان HTTP قديم ومو سكيور. ممكن تختار نفتح موقع HTTP، دائما حاول تفتح موقع HTTPS. نهايته عندي نهاية ال HTTP يعني صار S secure، فهذا بروتوكول HTTPS إنه البورت مالته 443. فلما يوصل يعني ال transport layer راح يخلي destination مالتي البورت 443. يعني أي application تفتح مثلاً أكو يعني كل application يوصل حاليه إلى بورت معين. ما اخذنا شنو فائده البورتاج، بس يعني رقم معين حتى يقدر يشوف مثلا الابلكيشن، تمام؟ فكل يعني هسه التصفح له بروتوكول معين، عندنا في شيء اسمه التلنت الاس اتش، كل شخص يعني كل ابلكيشن له بروتوكول معين، البروتوكول هو بس رقم يسمح لي انه اكثر الابلكيشن، تمام؟ عندي النتورك لاير اللي هي راح تكون يعني شغلنا اكثر شيء. النتورك لاير هي اللي مسؤول عن الاي بي ادرس، يعني انه تحدد السورس اي بي ديستنيشن ادرس. خليني اشوفكم شنو اقصد. عندي
بعد ما وصلنا المشكلة بس البداية بس كيبلات شلون استفاد من الشبكة شلون أغلق من الشبكة كل سوى تميسة دوام الجيجي أنا مش عارفة وإذا من مناقشة خلينا مناقشة خلال خلال ما خلال مناقشة مش العمل بلغهم كل فقرة تريدون المناقشة يعني عملها هي مش عمل فليست محاورة فممكن أن نمناقشة بدون مناقشة أحاول اوكي فكل جهاز بيتصل بجهاز ثاني اول يحتاج يعني فخلنا انه النتورك لير انه كل جهاز يحتاج انه يتصل بجهاز ثاني الاي بي ادريس هذا ثاني كنكت على الواي فاي تمام كنكت على الواي فاي الموجود هنا فصار عندي اخذت اي بي الاي بي هذا من اخذته من الراوتر الاي بي بس مجرد عنوان للجهاز يكون كل يعني هسه الموبايل لما يتصل على الراوتر او الاخر يتصل على الراوتر ياخذ اي بي اي بي فيرجن 4 هذا اي بي فيرجن 4 هو 32 بت 192.168 تكون راح نحكي شنو هاي الاي بيات بس كل يعني استنيتنا كل جهاز له عنوان خاص به الجيت واي نخليه بعدين الجيت واي هذا بالنسبة للنتورك لاير عند الداتا لينك لاير اضيف لي سميه ماك ادريس ميديا اكسس كنترول لكل ديفايس الماك ادريس هذا عبارة عن فيزيكال ادريس الديفايس ما يتغير لما يصير الشخص يوصل الجهاز عند الماك ادريس الماك ادريس يكون خاص بالجهاز نفسه الاي بي لا الاي بي يقول ممكن كل ما اوصل واي فاي وارجع اتصل لا يدري اوصل بس الماك ادريس لا كل جهاز الماك ادريس ثابت تمام فايل يعني انه الاتصال يكون بين جهاز لجهاز ثاني يكون عن طريق الاي بي ادريس والماك ادريس الفيزيكال لاير اللي هو مثل يعني هو عمليه النقل مثل هاي الكيبلات اللي تنقل لي الباكيت مالك تنقل لك بالتالي هذا
هذا انا الابلكيشن اسكر عنده عندي مثلا ايباد فيسبوك اوكي او ايباد لابتوبي طلبت google.com فالباكت ما تعطي بس كداتا تعبر هاي ما راح توصل ترانسبورت لير الترانسبورت لير راح يضيف لي راح يضيف لي شيء اسمه بورت هاي الباكت مالتي الباكت هي عباره عن يعني انا لما اكتب google.com هاي يعني باكت تنزيل الانترنت تمام فالترانسبورت لير راح يضيف لي البورت اول بورت راح يكون عشوائي يعني سورس بورت ستيك اند سورس بورت مالتي مثلا 3 destination port اللي هو destination port اوكي راح توضح بعدين بس حتى اشرح شلون هاي ليش احنا جايتك ورا الباكيت مالت ثم تنزل تيك بورت تمام عندي من النتورك لاير راح اضيف لي اي بي ادرس على كل سورس اي بي ادرس destination اي بي ادرس راح البط ما راح تكبر هاي افضل بس راح تضيف لي سورس اي بي ديستنيشن اي بي اوكي سورس اي بي انه الاي بي دامك تغير لكل اتصال بالواي فاي او نقدر نسوي ستاتيك اي بي بس اذا البي اف سي بي حاليا لما اتصل على الواي فاي لا كل ما اتصل من جديد راح يجاير يدرس سورس اي بي مال ديستنيشن اي بي مثلا الاي بي مال جوجل تمام كل موقع هذا سو بينج على www.google.com انترنت شوي ضعيف اتوقع هذا بدنا نشوف انه عندي هذا جوجل بي اي بي يعني كل موقع بي اي بي تمام هاي اسمي بابليك اي بي بعدين فالفكره انه هذا الاسم اكو شيء جوا اي بي هاي شلون راح نشرح اي نعم الدي ان اس سوي ترانسليت من الاي بي ادرس من الاي بي ادرس اوكي فهسه انه عرفت انه كل موقع له اي بي ادرس لازم احدد هسه انا بدي google.com فاحدد الاي بي ادرس هذا مال جوجل 217 ديستنيشن اي بي الى اخره اوكي هذا النتورك لير بالداتا لينك لير راح اضيف لي الماركات هاي راح تبقى نفس راح يصير عندي سورس مارك ديستنيشن مارك السورس مارك راح يصير هو لابتوبي اوكي خلينا نشوفكم المارك اللي هو باللابتوب هذا الرقم هذا مارك سي اي اي فيزيكال ادريس اللي هو مارك ادريس سي اي اي 05 بي اوكي فهذا مارك هذا بكل ديفايس اللي مارك خاص به ثابت ما يضيع فراح يكون سورس مارك اللي هو اي بي لابتوب وديستنيشن مارك اللي هو يكون المارك الخاص بالرابع اللي يطلع من خلال الانترنت فاين شلون تكبر البوت الناس اللي يشوف كبرت بعد راح توصل فيزيكال ادريس راح تحول الى اشارات ترس عن طريق الكيبلات يعني انت الاول هسه ذكرت ثلاث انواع من العناوين ذكرت الاي بي ادريس ماك ادريس والبورت ادريس شوي توضيح عنه يعني الاي بي ادريس توضيح عنه يعني احنا راح نتكلم يعني الفروقات بين ثلاث انواع هي ما هي ثلاث انواع من عناوين لا تقدر تجيب الفقاعات الحاسبة متشابكات موجودة متشابكات جاية موجودة بس مقدمة هذا لا شو حنقول نعم كلها حس كلاي كريس بتكون معي اللي هو مرتبط معي ايش الكود ادريس مرتبط معاه يعني ايش يعني
فأنا وضحت إنه لما طبعا جوجل دوت كوم إنه هذا حطوا الاستيميشن بارت 1 في 4/3 هو يعني البروتوكول HTTPS. HTTPS هو خاص بالتصفح تمام؟ أي نعم هسا أنا بس أكتب www.google.com مباشرة راح يضيف لي HTTPS هذا هو البورت ما راح تكتب البورت 4/3 لا عملية اتصال خلي يعني destination مارك address source مارك address وكل التفاصيل مو ليش أهمية أنا ما أريد أركز على المواضيع لأنه أسئلة يعني وقتنا ضيق امتحان 20 بالشهر تمام وهاي الأسئلة يعني فريمات إنه ما تجي لو يجي عليه سؤال من أصل 60 لو ما يجي أصلا سؤال بس على الأغلب ما يجي سؤال على فريمات هذا خلي يعني destination mark destination mark الطرف المقابلة في المارك يعني هاي بحال إنه مربوط لابتوب يعني هسه بحال لابتوب إيش destination mark مالتي هو الراوتر الموجود حتى اللي يخليني أطلع الإنترنت طبعا بس أدور بشغل إنه طبعا أنت اتصال source IP destination IP تكون ثابتة أوكي طول يعني هسه لما أتصل لما اتصل الانترنت احط لك سورس اي ديستنيشن اي مالتي يعني هو شنو اوضحها بالفريم الاي بي دائما تكون ثابت تمام بس الماركات الغير بين ديفايس ديفايس انا لما اسوي بينج مثلا على لما اسوي بينج على جوجل دوت كوم بنشوف انه عندي تي ال 48 تايم تليف هذا تايم تليف انه كم يعني الباكيت مالتي كم ديفايس عبر كم راوتر عبر حتى وصلت للسيرفر جوجل هذا جوجل موجود امريكا تمام هسه اذا وصل السيرفر موجود امريكا كم كاميرات البحار ومعارفين ودول حتى يوصل لامريكا سرعه يعني بالملي سكند تايم 80 ملي سكند تمام فالفكره انه يعني الماك يتغير بين الراوتر بس الاي بي دائما يكون ثابت هذا الماك النادي هو مو ذا بنك مجرد على راوتر يضيف 48 راوتر بيناتهم مو 48 لا هذا يعني تايم تليف يبلش 255 ويخلص تنازل شوف لا انت كم راوتر عبرت توصلت امريكا يعني بس تريس اوت للجوجل لا ما يطلع كله درس عندي أربعة وعشرين بت ثانية توزع على أجهزة مثلا الشركة سوت مليون جهاز تمام مليون لابتوب ومليون ديفايس فأول 24 بت راح تكون ثابتة بكل هاي المليون ديفايس بس 24 بت الثانية راح تكون متغيرة حسب كل ديفايس عندي الاتصال طبعا عندي الاتصال إما يونيكاست أو برودكاست اليونيكاست إنه 1 to 1 يعني ديفايس to ديفايس البرودكاست نقدر نسميه 1 to all يعني أنا أجز رسالة توصل لكل موجودين بالشبكة المالتيكاست لا حدد سبيسيفيك يعني سبيسيفيك ديفايس مثلا ادز رسائل بس الحساب الاول تمام هذا هو نسميه مالتيكاست طبعا عندي بروتوكولات خاصه بس بالاف سي اي مو موجود هذا سيز مسيدي اللي هو يعني يتحسس لي اللاين مالتي حتى ما يكون عندي اي كولاجن بالارسال والاستلام اوكي بالنسبه انا عندي امشي الاي بيات انه اهم موضوع يعني بالشبكات والاي بيات الاي بيات انه اولا عندي برايفت اي بابليك